برالينا ابل باي، برالينا ابل بريد، اسف، برالينا ابل بريد، برالينا ابل بريد. هنزود بس الف قبل الب اللام يا استاذ اسامه، برالينا الف بريد. ودي مقادير سهله جدا جدا، هنعمل مع بعض بالظبط العجينه تتعمل ازاي، وعجينه سهله اقدر استخدمها في كل الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في المطبخ الحادق، في المطبخ الحادق، وتبقى بديل لعجينه الملفي، بديل لعجينه الملفي، وتديني نتائج في منتهى الجمال. مع بعض كده بنقول العجينه 350 جرام دقيق، 350 جرام دقيق ما يكونش ليه عرق، دقيق ما يكونش ليه عرق، يعني دقيق يكون بتاع ايه؟ بتاع كعك وبسكويت او دقيق لكل الاغراض. بعد كده 2 بيضه، 150 جرام زبده في درجه حراره الغرفه، رشه ملح، 2 معلقه ميه، 2 معلقه ميه. عندي بعد كده الحشو بتاعي عباره عن ايه؟ من 2 ل 3 تفاحه، وعندي رشه قرفه، وعندي كوبايه بندق محمص ومطحون او سوداني او عين جمل او لوز، وات ايفر بتحب ايه، بس هي مع البندق حكايه وتحفه. مع بعض سجلوا الكلام ده، هتخش عندي الفرن طبعا على درجه حراره، هسجلها سبعه، درجه حراره 180 درجه مويه، بتاخد معايا في حدود 30 دقيقة، بتاخد معايا في حدود 30 دقيقة تطلع زي الفل. يبقى هنزود درجة حرارة أسامة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. أول حاجة عندي هنا، بنيجي هنا ناخد عندنا أول حاجة عندنا أدي الدقيق اللي هو 350 جرام دقيق لكل الأغراض، أو يكون بتاع كعك وبسكويت. ننزل كده ونديله عندنا رشة ملح صغيرة أهو كده، وبعدين أنزل كده أهو، وأبدأ أشغل المكنة بتاعتي كده، لازم تنزل عندي المكنه كده عشان تشتغل اه بالراحه اهو، وابدا انزل عندي ادي بالزبده عندي اللي هي عباره عن 150 جرام زبده في حدود كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع زبده اهو عندي اهو، ابدا انزل بيها كده قطعه قطعه اهي في درجه حراره الغرفه زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الزبده عندي بننزل بيها عندنا اهو، وبنستخدم هنا المضرب الكف عندنا زي ما انتم شايفين كده مع بعض كده اهو، هسيب عندي الزبده لغايه لما كل ذرات او كل حبيبات الدقيق تتخلط بالزبده كويس جدا جدا، هنلاقيها كده مفروله معانا. في نفس الوقت هجيب عندي تفاح افرغه من النص زي كده، وقشره، اشيل منه البذور واقشره، ماشي، في بتبقى في عن اوار بتاع تفاح مخصوص بيتباع، ممكن اجيبه زي ده كده اهو عندي اهو، وممكن ادخل فيه التفاحه كده وبعد كده اقشرها عادي جدا اهو، ادي المقوره اهو كده اهو، بيطلع معايا كل البذر بتاع التفاح مره واحده اهو. بعد كده ابدا اقشر التفاحه بتاعته وتطلع معايا زي الفل، واقشرها احط عليها عصير ليمونه علشان ما تسمرش معايا. بعد كده بنجيب عندنا ادي التفاحه دي، نبدا نقطعها كده عندنا بسكينه اهو كده، بالشكل ده عندي شرايح رفيعه كده اهو، خدنا هناخد من 2 ل 3 على حسب حجم الصينيه اللي عندي اهو كده، جيب لي كيسه كريم من فضلك بالشكل كده. اول ما احس عندي انا ارجع للعجين تاني، اول ما احس عندي ان العجين هنا بدا عندي يبقى كل الزيق عندي بدا يخلط مع الزبده كده، هبدا انزل بالبيضتين اهو كده بالشكل ده، ادي بيضه وادي الثانيه. يا ام ساره السلام عليكم. الو، السلام عليكم يا سيد. عليكم السلام ورحمه الله. انا ام ساره، انا بيك. مبروك لمصر. الف مبروك لينا كلنا يا ست الكل، ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه وينجيك. الله يكرمك، احنا بنحبك قوي والله يا سيدي. ربنا يكرمك يا ام ساره، ربنا يكرمك. انا متصله بيك مخصوص عشان ادعي لك والله يا ست، ربنا يكرمك يا رب ويخليك يا رب. ربنا يديك الصحه ويخليك لاولاد، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا، شكرا على دماغي والله. زي ما انتم شايفين كده العجينه اهي بدات تلم معايا. بصوا يا جماعه، العجينه دي هتاخد مني ايه؟ معلقتين ميه بالظبط اهو، بصوا اهو معلقه، ادي الثانيه. من فضلكم 1 2 بس كده، لو سمحتم ما تضربوش العجينه اكتر من كده، اللي هي شيف محمد، عشان تطلع معايا العجينه ماشي ما يحصلهاش ايه، ما تكونش ليها عرق، تطلع معايا تبقى عامله زي البسكويت الحادق. فهمت الموضوع ازاي؟ بس في نفس الوقت
مست العجينه دي كمان مش هتتكسر معايا. يعني ايه يا شيف محمد؟ يعني مست العجينه دي لما اجي اشتغلها مش هتتكسر معايا. اخد العجينه كده اهو زي ما انتم شايفينها كده اهو عندي اهو كده، واجيب كيس زي ده كده، ومن فضلكم احطها في كيس في الثلاجه لمده في حدود ساعه تقريبا، مش اقل من كده اهي. احطها في كيس، وبعد ساعه بجيبها عندي بفردها عادي بالنشابه. تتفرد معايا يا جماعه زي الفل، مفيش اي مشكله خالص فيها، بتتفرد تبقى عجينه زي الفل، لا مقطمه ولا اي حاجه خالص، بالنشابه. واعمل ديسك زي ده كده اه، شايفين الديسك ده؟ اعمله كده اه، حلو كده كده كويس. بعد كده بقوم جايب عندي ادي البندق بتاعي اللي انا حمصته، بس خليته ايه؟ خليته عندي ابيض، ما حمصتوش قوي، يا دوب كده حطيت عليه شويه دقيق، دخلت الفرن عندي، بدا الدقيق عندي يطقطق عليه، خدته عندي رميت القشر بتاعه وبدات اطحنه عندي، يا اما بشاكوش يا اما في الكبه تك خبطتين كده لغايه لما يلعب معايا كده، اخده عندي في هنا بالشكل ده. شوفوا يا جماعه ازاي؟ اه زي ما انتم شايفين كده؟ اه حلو كده، زي ما انتم شايفين كده، حلو الكلام؟ بعد كده بجيب عندي التفاح الجميل ده، ابدا اهو اجيب العجينه الثانيه يا كريم من فضلك اهو كده، اخد ده كده زي ما انتم شايفين التفاح بتاعه اهو، ابدا ارص فيه كده بالشكل ده اهو كده، واجيب بخاخه ميه كمان عندي اهو، شكل جديد من اشكال فطائر التفاح. مش لازم ابدا تبقى عندي، مش لازم ابدا تبقى عندي فطيره حلوه، ممكن تبقى فطيره حادقه عادي جدا وتشتغل وتبقى زي الفل، واكلها برضو واحس بطعم التفاح فيها. وخلي بال حضراتكم التفاح بيحب ايه؟ بيحب ايه؟ ما سمعتش القرفه، هنفضحه دلوقتي على الهوا. التفاح يا جماعه بيحب القرفه جدا ماشي، بس القرفه اللي احطها على التفاح يجب انها ما تضغيش ابدا على طعم التفاح، يجب انها ايه؟ تبقى حاجة بسيطة جدا بحيث ان انا احس برضو بطعم التفاح معايا. زي ما انتم شايفين كده اهو عندنا كده اهو كده اهو اهو، زي ما انتم شايفين كده عندي كده اهو، ادي التفاح اهو كده كده اهو، واخد دي كمان هنا اهو، ادي التفاح عندي اهو كده. بعد كده اجيب عندي رشة قرفة زي دي كده اهو بطرف المعلقة كده. قلنا يا مدام شيماء احنا اهم حاجه عندنا ايه يا مدام شيماء؟ اهم حاجه عندنا ان احنا السلام عليكم ما نكترش القرف. مدام شيماء اهلا بيك يا ست كل، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك اهلا بيك، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الله يخليك. بقول لحضرتك يا نبي انا جاي لي كميه كرفس افرنجي وكرات افرنجي، ابعتي حته كميه كبيره قوي. طب ابعتي شويه. طيب اديني العنوان ابعت لك. تقول لي احفظهم ازاي؟ الاحسن ذاكره هيبوظوا. بص يا ست كل، هتجيبي الكرفس كله كده على بعضه تغسليه حلو قوي، في الكبه تفرميه خشن مع معلقتين ثلاثه توم، تحطيه في برطمان عندك او في اكياس شويه زيت عليهم، اشتغلي بيه زي ما انت عايز السنه كلها. كذلك الكرات نفس الشيء، ده لوحده وده لوحده، اشتغل السنه كلها بس فرميه خشن شويه بليز يعني ماشي. بعد كده بنجيب عندنا بخاخه زي كده ميه اهو. ليه يا شيف محمد البخاخه ديت؟ خلي بال حضراتكم انا حاطط برالينا ايه؟ من غير زبده من غير اي حاجه، فانا بقول كده اهو كده علشان اجيب دي كمان اهو. ادي العجينه الثانيه ابدا افردها عندي بالشكل ده، فرد واحده اهي ابدا افردها ثاني كده، هاخد دي كده 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 وافردها، اجيب النشابه يا كريم من فضلك اهو كده اهو. دي العجينه اللي فاضت عندي ابدا اخدها كده بالراحه وافردها بالنشابه اهي، شويه دي شويه دي كده اهو كده بالراحه جدا اهو اهو بالشكل ده. اجيب عندي بيض، بيض عندي ايوه بفرشه كده، وابدا ادهن عندي الحراف دي كده اهو بالشكل ده اهو اهو كده، واجيب عندي دي كمان كده اخدها بالراحه اهو، افرد دي كده عندي كده اهو كده، اخدها كده تاني ارش شويه دقيق صغيرين عشان تجيب معايا كويس اهو تاني كده،
واخدها تاني كده اهو بالراحه جدا، ما تلزقش معايا كده بالراحه خالص اهو. اخدها تاني، افرد تاني كده اهو كده. وام جاي واخد ده كده على دي كده اهو بالراحه كده كده اه، انزلي كده بالشكل ده كده، اجي هنا اخد ده كده اهو وام جاي الحراف دي اللي فيها البيض، امسكها مع بعض كده كده، وام جاي مخرمها. لازم طالما عملت حاجه اوفر كده من فوق يعني غطيتها كفر من فوق، لازم اخرمها عشان البخار بتاعي يطلع كده، لازم اخرمها كده. واجيب عندي بقى البيض اهو، ادي البيض، ممكن اعمل اشكال زي ما انا عايز بقى من فوق كده. الفرن عندي يكون جاهز على كام؟ 180 درجه مئويه، بتاخد معايا نص ساعه، بتطلع احلى احلى ابل بريد، ابل بريد ماشي في منتهى الجمال كده زي ما انتم شايفين. طب انا عايز اعملها مسكره يا شيف محمد، ان شاء الله باذن الله ربنا احيانا حلقه ثانيه نعملها لكم مسكره، لكن لازم اجيب دي كده وابدا اقطع عندي بالمشرشره اهي كده، ابدا اقطع كده اسف اهو كده، اخد شرايح كده زي دي كده اهو، شريحه اهي اخدها كده وشريحه ثانيه كده وشريحه ثالثه كده اهو بالشكل ده، اجيب عليهم شرايح تانية كمان بالشكل ده. اي منظر انت عايز تعمليه اعمليه، احنا حاطين طبقه خفيفه جدا جدا فوق الوش اهو، اي شريحه تانية ادي شريحه تانية اهي اعملها كده ماشي، شريحه تانية ممكن اعملها كده اهو، اخدها كده كده اهو بالشكل ده كده اهو بالشكل كمان كده اهو. الكلام ده ده هيطلع عن التاني عشان برضو يديني منظر. عايز تعمليها شكل ورد ورد او شكل ورق بتاع شجر، تعمليها اي شكل تعمليه فوق بحيث انه يبقى عندك كده، وبعدين اخرم تاني، اتاكد انها اتخرمت عندي علشان البخار يطلع منها، ادخلها فرن عندي قلنا على 180 درجه مئويه، بتاخد معايا زي ما قلنا في حدود نص ساعه، هنشوفها بعد كده شكلها عامل ازاي، لكن الكلام ده